سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي درتو؟ اموركم على خير؟ بخير، كلشي مزيان. المهم نتوما كتعيشوا معايا اليوم اخر استعدادات، عرفتوا هاد الدوماج كنت باغا نصور لكم اليوم. رونو خلطوا الزميت عندنا في الدار، ما كتبش انني نوريها لكم، سي تري بيان دوماج. ولكن ان شاء الله انا كنوعدكم انني منين غنمشي للدار غادي نحيد. دابا يلا خلطوا القوان، بقى غير الطحين مازال ما حمروهش باش يخلطوه. دونك غنمشي للدار نقول ماما تقول لكم مراحل، عرفتي علاش؟ حيت جا القوام الجديد بزاف بزاف بزاف، عرفتي ما شهيتكم. المهم دابا لقيتوني غادي نمشي باش للريحان، غادي ناخذ الكونات ديال البيبي وغادي ناخذ لوجي مجرفين ندير ليه حوايجو، بما انني ما غندير ليهش بيتو حيت بديت كنوجد البيت الصغير. المهم نتوما غتمشيو معايا وغادي تشوفوا شنو بديت كنوجد، خليكم معايا. انا جيت عند الريحان اللي كنت تقديت منه داك النهار، كنت درت لكم فيه الطوغ وعجبكم بزاف. جيت من هنا ناخذ الكونه ديال البيبي وناخذ له شي مجيرات فين نحط ليه الحويجات. يلا وتشوفوا معايا. حبيبتك ضربتي كما كتشوفوا البنات، ما عرفتش واش كلشي كتجي واحد الضربه بحال كيضربك الضو، كيضربك بحال واحد الضربه كيضربك الضو. المهم اللي حاملين تيفهموني. دابا البنات صافي خديت داكشي اللي خاص، غدا غادي يجيبوه لي للدار. ما عرفتش واش غنوريه لكم في هذا البلوك ولا في البلوك الجاي، ما كنبغيش نطول عليكم. وصافي دابا غادي نمشي للدار باش نوريكم واحد لي طابلو كنت عارفه شحال وانا كنتسناهم يوصلوني وشحال وانا كنقلب عليهم وصلوني في الدار. انا غنوريه، غنمشي للدار دابا باش نوريه لكم ونوريكم بزاف د الحوايج جداد دخلتهم للدار. المهم خليكم معايا ما تزبيوش. فوالا البنات انا عاد وصلت للدار، عندي الروينه في الدار غسكتو. المهم بغيت نوريكم الطبالي، ها هما عاد وصلوا ديال البيت اللي قلت لكم ما عرفت شنو نديرو. ها هما درتهم الطبالي سامبل عاديين. انا الصراحه كنفكر نصبغهم في البيض، صافي بقى لي لا نخليوهم هكا. حطوا لي الراي ديالكم، طلع من تحت نمشي نفصل، غادي نفصل كاين شي حاجه عاديه يعني داك ديال 30 درهم كاع ماكسيموم. المهم انتم تشوفوا معايا، نحاول نشوف حاجه عاديه. بغيت نوريكم الطابلو اللي دومونديت عليه، قال لي صهيب راه وصل، انا غنوريه لكم. البنات اخيرا غادي نوريكم هذوك لي طابلو اللي توصلت بهم، ها هما كاينين ثلاثه نورمالمون كيجيو ثلاثه كيتركبوا مفرقين. انا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نركبهم، عرفتي شحال وانا كنقلب عليهم كيحمقوني. كنت شفتهم عند بزاف ديال لي يوتيوبرز في لي صالون بلديين ديالهم باش تعرفوني حتى انا براسي كنت انسبيغا من اليوتيوب. هذه البنات فيها قل هو الله احد، وهذه قل اعوذ برب الناس، وهذه فيها قل اعوذ برب الفلق. ها هي البنات كيجيو على هذا الشكل، صراحه حمقوني بزاف. وشفت حتى خالت صهيب دايره بحال تقريبا صالون البلدي ديالي، غير هي دايره في الكرونه، وحتى هي كانت شراتهم جوها رائعين كيحمقوا فريمون، تجيو غزالين بزاف. عجبوني عجبوني بزاف. انا غنركبهم بيان سور وغادي تشوفوهم في صالون طوغ، غالبا غادي ندير لكم صالون طوغ في الفيديو الجاي واخا ما عنديش الزربيه. المهم غادي نحاول نعطيكم افكار حيت بزاف ديال البنات كيطلبوني، ما نال عافاك بغينا صالون طوغ، خصني المخدات الصغيورين كما قلت لكم غنمشي نجيبهم وغادي ندير لكم صالون طوغ. المهم نشرح لكم صراحه انا هاد لي طابلو كما قلت لكم شحال وانا كنقلب عليهم فريمون حمقوني، عجبوني بزاف بزاف بزاف. نورمالمون لقيت فيهم الكحل، كاين فيهم لارجونتي، يعني حيت كاين كل واحد كيكون الصالون ديالو، فيهم الكحل فيهم الدوري وفيهم لارجونتي يعني الابيض، على حسب انت كيفاش مفرش الصالون ديالك والالوان اللي لعبه عليهم. فيه اكثريه هاد الدوري هو اللي كيتمشى، وانا اصلا هو حمقني. وكاينين حتى د العود شفتهم في لاباج، انا شحال وانا كنقلب لاباج فيسبوك باش نلقاه انستغرام، لقيتهم عند واحد الولد. الا كنتو مهتمين حتى نتوما انا غنخلي لكم لاباج انستغرام والنمره ديال التليفون. شوف ماما كتبان هنايا.
هنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو والتليفون ديالو الا بغيتو هضروا معاه وقولوا له راه حنا من طرف مانويلا. كنظن غيتهلا فيكم، كنظن غيتهلا فيكم. انا قلتها له، قلت له غادي نبارطاجيهم مع البنات، وانا متاكده بزاف ديال البنات كانوا كيسولوني على هاد لي ستيل هادو. انا بغيت ندير وحده هكا والثانيه كتكون حانيه هكا من الوسط، غتجي رائعه ان شاء الله بحول الله. نتمنى تجي كيف ما بغيت انا، ولكن كنظن غتجي زوينه ان شاء الله. صراحه عجبوني بزاف البنات، وممكن تلصقوا، انا نورمالمون غادي نلصقهم غير بداك سكوتش دوبل فاس، عرفتوها البنات. ممكن نتوما تلصقوه بداك الكروشيه، تديروا الكروشيه في الحيط وكتلصقوهم باش كيتفكسوا. بغيتو ديروهم، انا يمكن حيت غنبقى نديبلاصيهم غادي نلصقهم بداك سكوتش دوبل فاس، كيكون كيلصق من دوبل فاس، كيكون فيه لصق من الجهه الاخرى، ومجوج جوايه كيكون فيه من الجهه اللي غتلصقيه هنا والجهه اللي غادي تلصقيها في الحيط. يعني كتلصقيه وممكن انك تحيديه وديبلاصيه من اي بلاصه، وكم ما كتاديش الحيط ديالك. او ميم طون هانتي كديبلاصيهم كيف ما بغيتي وكتلعبي على الديكور، حيت انا جو سوي دو جونغ اللي كنبغي نبدل الديكور كل شويه. صراحه فوالا كاينين بزاف ديال لي ستيل لقيت عنده، ولكن هادو اللي انا كنت باغا كنت كنقلب عليهم. كاين داك الشكل المدور حتى هما عاد خرجوا، كاين داك الشكل اللي كيجيو طوال كتجي كلمه طويله كتجي، كاين بزاف ديال الاشكال، ولكن انا هادو عجبوني بزاف. وانا اصلا كنت باغا ندير شي طابلو يا اما في آية الكرسي يا اما شي حاجه، ولكن بيان سور كيما قلت لكم نيشت لي يوتيوبرز دايرين هادو وخلطوها بسورتو شتهم فرشه بهم الصالون. داكشي باش زعمت هما انا خديتهم هو قال لي في الاول الثمن الاول 650 درهم، شو انا كنفرش كلشي وخلاهم لي 600 درهم. وها نتوما سيروا عنده شوفوا، راه قولوا له دير معنا الثمن اللي درتي مع مانويلا كما قلت لكم راه صراحه زوينين بزاف. ها نتوما ان شاء الله غادي تشوفوا منين نفرش بهم الصالون كيفاش غادي يجي، وغادي يعجبكم بزاف. راه 600 درهم بثلاثه ماشي لوحده. وعاد كاين داك لو ستيل داك المدور اللي قلت لكم، هذاك كان قال لي شي 22000 ريال ولا ما عرف شنو، ولكن انا هادو عجبوني. وكاين حتى داك الطويل هادوك تيديروا 14000 ريال. المهم نتوما قولوا ليه من طرف مانويلا وتصاوب معنا في الثمن كيما تصاوبتي معاها. ورا لا ليفغيزون صيفطهم لي حتى للدار الصراحه، وما خلصتوش في لا ليفغيزون، ما كتخلصوش. لا ليفغيزون اي غراتويت، كيجيبوها لكم الامانه للدار. هذا هو لافونتاج، والصراحه عجبوني بزاف. ونقول لكم واحد السر بيني وبينكم، لقيتهم في واحد الجهه واحده اخرى لقيتهم غاليين غاليين بزاف. لقيتهم في بامال دو بلاص وسولوا على الاثمنه ولقيتهم غاليين، ولكن هنا لقيتهم عند هذا السيد رخاص. يعني باش نكون كلاغ معاكم، صافي البنات هذا الشيء اللي كاين. دابا غادي نكمل لكم الدوره وتشوفوا الروينه ديال الدار اللي عندي. هاد سالامونجي الصراحه هاد سالامونجي عطاتها لنا ماما اللي كانت عندها، وفوالا انا فيرنيتها في هاد لو فيرني هذا. غادي نديباني بها بيد ما ناخد سالامونجي، حيت ما يمكنش ناخد سالامونجي دابا فيها حتى هي 6 ديال الكراسه. المهم صراحه جات زوينه، انا مازال نقاد لها الديكور وانتم تشوفوا كي هادجي هادجي زوينه بزاف. لو بلو امبورطون انها من لو بوا ماسيف، يعني داك لو بوا المزيان، وهادي حتى هي بالكراسه ديالها وكلشي ديالها. المهم هادجي ان شاء الله زوينه. هادو هما الكراسه ديال سالامونجي البنات، ها نتوما كيما كتشوفوا. عارفه ماشي شي حاجه اللي زوينه، ولكن غادي نقاد لها واحد الديكور زوين، وحتى هي غادي تعطي واحد لمسه زوينه. بالنسبه لهادو الحوفه لهذاك البيت، صراحه جبتهم لي جداتي، يعني غير غنقضي بهم. ما كيما قلت لكم الامكانيات دابا ما كتسمحش انني نقاد الحوفه دابا، دونك سي بور سولا غادي نقضي غيب هادو. بيد ما ان شاء الله منين تقاد لا سيتوياسيون ديك الساعه غادي ندير ليهم الحوفه، نشري دوك الحوفات ديال مزيدار ولا شي حاجه. هي الصراحه كتعجبني الحاجه على اليد بحال اللي درت في الصالون، ولكن دابا ما غاديش يمكن ليا، دونك غادي نديرهم غير بحال هكا ولا نهادو نعمرهم. هما الصراحه هادو ديال الصوفا ديال جداتي، راه تعقلوا على هذا. دابا راه ما بقاش كيدور في حال هاد العيبات هادو، ما بقاش كيدورو.
دونك هادو هما اللي غادي نديرهم ان شاء الله في البيت ديال الكلاص. وبالنسبه للناموسيه ديال البيبي كيما شفتوا الطبله راه ليها صراحه مازال غادي ندير دياس الكل عظم. هادي غير ديبانيت بها دابا على وديت السبوع سلكو العظم، قالوا لي 5000 درهم باش نصاوبها مع لي سوندغي، عاد قالك سوندغي وحده ب 1500 درهم. جو فو ليس ايماجيني، ماشي دابا ما سي با كاع لو مومون، داكشي باش ديبانيت غير بهادي. بيدما ان شاء الله يسهل الله وعاد ندير هاديك ديال سلكو العظم اللي انا باغا. شنو بغيت نقول لكم اخر باش تعطوني افكار؟ هادشي حيت فريمون محتاجه الافكار ديالكم، شحال من حاجه كتعاونوني فيها و فريمون كتصدقي هذيك. درت هذاك ديال الصباب حيت فريمون حيت هذاك كنت داك البيت مدابا خاصيه فيه داكشي، وراني صوبته على اليد. درت شي مشاصو هاي بشرا شفت لو موديل اللي عجبني حيت كنت شفتو منين عاود تقلبت عليه ما لقيتوش للاسف. دونك عطاني صهيب واحد الحل ان احنا نصاوبوه نشريوه، نشريو الخشب ونصاوبوه. شينا الخشب المزيان وغادي نصبغوه بالبيض بداك البيستولي، واخا غير صباغه قالوا لنا 12000 ريال، وعاد الخشب شرينا شي 7000 ريال الورقه. المهم عرفتي داك الشيء هو تقام على اليد غالي شي شويه، ولكن المهم نتمنى انه يطلع نفس الموديل اللي انا بغيت انه يطلع باش نشوف كي غندير. بغيت نحطو هنايا واخا ما غاديش يكون اسورتي مع سالامونجي حيت ما كتشوفوا الفيرني تفيرنات في هذا اللون هذا ماغون، ما عرفتش واش هتجي زوينه ولا ما غاديش تجي زوينه. حيت منين جا جابنا النجار الطبالي صافي قلنا له قالو صهيب فيرني سالامونجي هي هذيك صراحه جات زوينه والله العظيم. ما عرفتش ولكن انا مازال غادي نلعب لها على الديكور، واخا انا باغا سالامونجي بيضة على حسب هانتوما كما كتشوفوا التريا اللي درت الفوق سالامونجي بيضة. فريمون هاد الدار خصني نجيب اللي يعاونني. هاد الشيء اللي كاينه البنات ضغط، مازال خصني مخده صغار. هاد الايام راه غادي نمشي ان شاء الله عند عمي محسن باش نرسي معاه ونقاد معاه. شوف دابا كيجيب لي الله تنديرها وانا كنمشيها باش نصور المخده الصغيورين ديال الصالون. ما عرفتش الالوان، عطوني الالوان اللي بان لكم غادي يجيو باش ندير لكم صالون طو دغيا الزربيه. ما عرفتش والله ما كنظن امبوسيبل دابا هادشي ماشي ساهل. كنشوفو كيحسب لك ساهل ولكن ملي كتدخل معاه فريمون عاد كتدخل معاك الصح والمعقول. فوالا البنات انا غدا ان شاء الله غادي نمشي ندير واحد لو تور في المدينه باش نشوف الطليمطات. نتمنى انني نلقى دوك الطليمطات شي حاجه زوينه نلقى 30 درهم. عمي محسن ما كنظنش كيدير دوك الطلام ديال 30 وهادي، ما عرفتش انا غنمشي نشوف واش كاينين ولا ما كاينينش. المهم اللي لقيتو انا غادي نصورو ليكم وغادي نوريه ليكم. هلا حبيباتي الفلوغ غادي نسدو هنايا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، على الحب ديالكم، على الافكار ديالكم. انا مازال ان شاء الله غدا غادي نديكم معايا باش تختاروا معايا مخده، تخليوا لي لا كولور اللي غندير. غادي نركب هاد لي طابلو هادو كيما شفتوا معايا غنركبهم في الحيط، غادي نصورهم ليكم، وكذلك غادي نفرش نشوف طلامط البيت الصغير. المهم غادي تعيشوا معايا كلشي دقه دقه، واهم حاجه انكم غادي تشوفوا الناموسيه اللي اختاريت للبيبي والكونه. وشنو اخرى ماما؟ الموسيا والكونة شنو خدينا اخر؟ والبلاكار خديت البيبي بلاكار. صافي البنات تهلاو في راسكم وكنحماق عليكم وبسلامة عليكم وشكرا على الدعم ديالكم.